السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم طبق ديال البايرا اسبانيول اللي كان نستعملوا فيها داكشي اللي بقى لينا في الثلاجة الفريكو في الاخر الاسبوع. نصبتها بتومة والبصلة والفلفلة الحمراء والخضراء مطيشة كلشي مقطع، زدت عليه الكالامار، شوية ديال الدجاج، طرفات ديال الدجاج إلا كانوا، عاديين ديال اللحم، والورقة سيدنا موسى، القزبور والمعدنوس وزيت العود والملحه والبزار. هذه هي النصبه، كنعمرقوها مزيان وكنديروا هذا الشيء يطيب واحد المده ديال نص ساعه، وغنرجع معكم باش نكملوا. وكنزيدوا المقادير الاخرى ونديكوروا كيف ما بغينا، وتنخليوه يطيب على المهل، وكل ساعه كنزيدوا البلول، كنزيدوا البلول حتى تيطيب مزيان. ملي تنشوفوا الرز طاب صافي كندفيو عليه، والبقيه هي قدامكم في الصور.